متابعينا الكرام، نتواصل معكم ومع الانطلاقة الختامية، انطلاقة كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه. إنه شوط العزة والفخر والاعتزاز، شوط كبير، شوط من العيار الثقيل. من أراد الانتصار فليتغلب على ميسور. البطل ميسور ابن برنينغ ساند على إحسان يحضر سباجيتي المشاركة الأولى، ومذهب عذبة كذلك والمشاركة الأولى، والثراء كذلك ابن مارد الصحراء والمشاركة الأولى. بعض الأسماء بدأت تأخذ مواقعها في بوابة الانطلاقة. شوط الإمتاع وشوط كبير، شوط فيه تحدي للطامحين، شوط الإثارة وشوط المتعة. مشاهدينا الكرام، شوط فيه تحدي للطامحين، حضور كبير الأبطال. الخيول بدأت تأخذ مواقعها في البوابات المخصصة. المتبقي المرشح ميسور خلف البوابات، وكذلك المرشح الآخر سباجيتي مع هاري بنتلي يأخذ موقعه في هذه اللحظة. المتبقي البوابة الثامنة ميسور، والبوابة الأولى صالح يتواجد خلف البوابات مع مونس السيابي. متابعينا الأعزاء، لحظات قليلة، لحظات شوط الختام، لحظات الترقى بالشوط ولع، والتنافس حامي، والكل حضر للملاقى خيله، واللي يبا كاس المقام السامي بيشد في يوم التلاقي حيله. ما يرد من يورد بديه ضامي، يسقيه من يود الكرامه سيله. شوط انشرى موج المحيط الطامي، يا ويله من موج وغزر يا ويله. انها الصداره مشاهدينا الكرام، تسير وتذهب منذ البدايه، هاديه هاديه تسير الى المركز الاول باريحيه تامه وبقياده يحيى الحمداني. مشاهدينا الكرام، أرى شعار شرطة عمان السلطانية، ديربي يا ديربي، ديربي ديفوس، يتواجد مع من؟ مع عمر بن علي الراسبي، وكذلك محمد بن سالم السيابي في الإشراف والتدريب. نعود لهادي المتصدرة، أين المرشحين؟ أين سباجيتي؟ أين ميسور؟ أين مذهب عذبة؟ مشاهدينا، نعود لهادي ابنة مجد العرب، على هادي ابنة مجد العرب على ديغوليكا، تتصدر متابعينا الأعزاء. سباجيتي يأتي بالتقدم شيئا فشيئا في هذه اللحظات، وديربي دي فوست لا يزال وصيفا. هنا الخطورة تأتي، الخطورة تأتي من الشعار، شعار الخيال السلطانية كاتنهوف يتواجد في رابع المراكز، ولكن الخطورة تحضر، الخطورة تحضر من الخطير. سباجيتي وميسور من خلفه تماما، يلا يا ميسور، يلا يا سباجيتي، الثنائية تحضر، الثنائية الجميلة تحضر. وشعار شرطة عمان السلطانية لا يزال يسيطر على الصدارة وعلى المركز الأول. من سيكون صاحب القرار والإصرار؟ من سيكون صاحب الانتصار؟ إنه سباجيتي، ولكن مذهب عذبة، مذهب عذبة هو الأخطر، هو الأميز. مشاهدين الكرام، الشعار الأحمر خطر، شعار الأحمر خطر، شعار اسطبلات البشائر، إنها عوائد البشائر. مشاهدينا متابعينا الكرام، علي بن بدر الحسيني، هاري بنتلي، الانتصار، هو بطل، هو بطل كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله وارعاه وابقاه. انه سباجيتي يسجل انتصاره الاول، ابن سونوبي على نوغراتان. مس ميسور يتواجد وتراجع مشاهدينا. اذا متابعينا الاعزاء، سباجيتي يا سباجيتي، صاحب القرار والاصرار والانتصار، سباجيتي. وباشراف علي بن بدر الغسيني نبارك لمالك اسطبلات البشار على هذا الانتصار الجميل، وهاري بنتلي في القيادة. إذن مشاهدينا الكرام، الفائز في الشوط الخامس، شوط العزة والكرامة، سباق صيح الرحبات، الخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر على كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان قابو بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. هو الحصان سباجيتي بقيادة هارلي بنتلي، لاسطبلات البشائر لصاحب السمو السيد أسعد بن طارق السعيد. ألف مبروك
مشاهدينا الكرام، نبقى الآن مع مقطوعة موسيقية الرأي السديد.